هو طبيب وعضو مؤسس فيدرالية جزائرية لمرضى التصلب اللويحي المتعدد، وآسيا زايدي رئيسة جمعية المشكات لمرضى التصلب اللويحي بسيدي بالعباس. أهلا بكم، صباح الخير. شكرا، بارك الله فيك. وفيك بركة. بداية إسماعيل، طب دكتور إسماعيل، المرض مرض التصلب اللويحي مرض يخفى على الكثير من الجزائريين، ما يعرفوش طبيعة هذا المرض. ممكن تشرح لنا باختصار وببساطة، تبسط لنا هذا المرض وأعراضه. شوف يا أخي، المرض هذا يتطور ويصعب يعني الكشف عنه. أنا شخصيا مريض بهذا المرض، وبعد معاناة 10 سنوات باش اكتشفوه، باش عطاو تشخيص على هذا المرض. 10 سنوات من المعاناة في المستشفيات باش عارفوا المرض تاعي. دونك المرض هذايا يتطور، وحتى الوسائل الاكتشاف تطورت بزاف، على بيع عاد الآن يكتشفوه بسهولة، وكذلك الأطباء المختصين اللي صبحوا الآن يكتشفوه، كان لأن الوسائل تطورت بزاف تاع الاكتشاف، ولهذا صبحوا في المستشفيات عندهم الوسائل الكافية باش يكتشفوا هذا المرض هنا في الجزائر؟ في الجزائر. نعم. وكذلك يعطيوا الوسائل للعلاج تاعو، غير أن العلاج يعني ما كانش تماما العلاج تاعو. طيب، من يصيب وما هي الأعراض؟ من هم الأكثر عرضة؟ الأكثر عرضة هم من يصيب النساء أكثر من الرجال. السن يتراوح بين 20 إلى 43 سنة، والنساء مصابات أكثر من الرجال. طيب، أسبابه حقيقية؟ الأسباب الحقيقية غير معروفة حتى الآن، غير معروفة يعني كم الوسائل والبحوث ما عرفوش الأسباب تاعو الحقيقية حتى الآن. طيب، ما هي أعراضه؟ يعني كل إنسان يبدأ يحس بأمور، كيف يعرف باللي ربما تكون هي بداية؟ هو أولا يبدأ الفشل تاعو، وتبدأ إصابات متطورة، تبدأ كذلك يقدر يقعد ما يقدرش يتمشى، يقدر العياء الحاد، يقدر يقعد ما يشوفش. قد ما يتطور المرض قد ما يظهروا أعراض أخرى حتى يوصل إلى الشلل تماما. طيب، سبل الشفاء يعني متاحة؟ يعني الأدوية كاينة لو يتم اكتشافه باكرا، أم أنه بعد ذلك ميؤوس منه؟ شوف يا أخي، الأدوية يعني الأدوية العلاج حاليا اللي يعني تشفي من هذا المرض غير موجودة، ولكن تخفف أقل الآلام تاع المريض. كاين أدوية متعددة، ولكن الأدوية الدواء اللي يشفي من المرض غير موجود حتى الآن. جميل. آسيا زايدي هي رئيسة جمعية المشكات لمرضى التصلب اللويحي بسيدي بالعباس. الجمعية تاعك هذه متى أسستها؟ لماذا؟ وهل بالعباس مثلا هناك عدد كبير من المرضى بهذا المرض هو الذي خلاكم تأسسوا الجمعية؟ تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. شكرا لاستضافتكم لنا في استوديوهات نهار تي في. الحمد لله أتيحت لي الفرصة اليوم للتحدث عن مرض التصلب اللويحي في الجزائر وخاصة في بلعباس. المرض كما قلت لك، كما قال الدكتور كنزوة، سلا مالادي سيلونسيوز، ما نعرفوهاش حتى الواحد يحسها في روحها اترافير هذيك الفشلة وهذيك يتخلي فيه. كما انا ما كنتش كما كان انا واحدة من المرضى، كنت اون بون سونتي، نجري ندير سبور لا ناتاسيون، اللي وصلت دروك لكان، والحمد لله هذه ان شاء الله قاعد تكون زكاه النفس مش تهوله. في بلعباس المرض احنا على حسب لي ميدسان وعلى حسب اللي نشوفوا في السي اش تاعنا دو جور اون جور، يعني سي امبوسيبل دو ا تخوا مالاد نوفو في السيب هذه، يعني في السمان عندنا زوج ثلاثه جدد، ماشي حاجه نستهانوا بها. وهاد لا مالادي راها تتزايد وتتكاثر بالصفه غير معقوله امبوسيبل، باسكو ما ناش فاهمين ديجا علاش والاسباب تاعها وسانو تو، يعني لو فات كو ما عرفنا ما يعرفوش مين جات. دونك العلاج جوسكا ميتنون ما كانش كيما قال الدكتور كنزوا، شتا هو لا كاين تخفيف للالام، كاين كيما لي بوسي كيما حنايا باش يزيد واحد يزيد يوصل للشلل رابيدمون يغالونتيس. مي الحمد لله جوسكا ميتنون اون ايساي دو جيري لا شوز مي با 100%. مي لو بلوز امبورطون سي دو سافوار فيفر افيك سيت مالادي. هادي اللي درناه في الجمعيه تاعنا اللي تاسست اون 2010، والحمد لله avec certains médecins كيما الدكتور سعدوني لو بسيكولوج تاعنا، باسكو هادي المرض تاعنا يلقاه يتسويفا على 3 مراحل. الادويه اللي هي
اهم 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 مرحله باش هكا واحد يتخفف من الالام تاعه، ولا بسيكولوجي باش يعرف كيفاش يتعامل مع المرض تاعه. هذه الدكتور بساعدون يعاوننا في لي ثيرابي دو جروب اللي درناهم في الجمعيه تاعنا، باش المرضى تقبلوا هذا المرض وتعايشوا معاه، والعائله تاعهم قاعدوا يعاونوهم اكسيتيرا، باسكو هذا سي امبوسيبل. واحد يحسب روحه باللي راه كي شغل يعني ربي ما راهش راضي عليه ولا، والحمد لله وصلنا اللي عرفنا باللي هذا ابتلاء، او كونتخيغ ربي يبغينا اكثر من واحد اخرين اللي راه عاطينا هذا المرض باش هكا نحسوا يعني بيه. لازم مرافقه نفسيه، مرافقه نفسيه للمريض. مرافقه نفسيه سي تري امبورتون، ماشي غير في لا مالادي تاعنا، في كاع لي مالادي نورمالمون. كون واحد غير يدير اكسيدون ومن بعد غير باش يتعالج يليق له لا بسيكولوجي. واخر اخر نقطه اللي هي دائما مهمه ومهمه جدا في لا مالادي تاعنا هي التاهيل الوظيفي، لا ريدوكاسيون سي امبورتون، وهذه ليها جوستومون ضمن لاسوسياسيون دوبي 2010. جميل، سي بور سولا. جميل دكتور كنزوا، مع تطور الطب الحديث في العالم، هل هذا التزايد الحالات هذا يقتصر فقط في الجزائر ام انه عالميا في كل الدول المتقدمه؟ ثم لماذا لم يتم لحد الساعه معرفه اسباب الحقيقيه للمرض رغم تطور الابحاث؟ ويعني الان الناس راح تبحث في العالم على دواء لمرض السيدة ربي يعافينا، كيف لمرض مثل هذا ربما يفشل الاطباء في معرفه اسبابه الحقيقيه؟ والله غير حتى الان كاين بحوث اللي جاريه في العالم كامل، ولكن السبب تاعو غير معروفه يعني في العالم الكل. حتى نفس المرضى موجودين في العالم في كل مكان. المرضى موجودين في العالم الكل، في العالم الكل موجودين مرضى بتصلب اللوحي، ولكن الأسباب تاعو الحقيقية غير معروفة. كان اللي يقول لك فيرال، كل واحد واش يقول، ما حتى الآن السبب الحقيقي غير معروف. طيب اليوم أنتم تؤسسون للفيدرالية الجزائرية لمرضى التصلب اللوحي، لماذا هذه الفيدرالية؟ والله يا أخي احنا نقولوا أولا الفيدرالية هذه نأسسوها باش على الأقل نحسنوا تكفل بالمرضى. نعم، لأن المرضى حتى الآن يعانون بزاف 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 من المشاكل، وأنا نقول ونشكون نقولها كذلك. بس نعم، نروحوا دوك الآن فقط الموضوع. نعم طيب دكتور كنزوة، قلت لي الفيدرالية نأسسوها لكي ربما نساعد المرضى ونساعد هؤلاء المختصين في هذا المجال، باش تلتقيوا يعني في إطار واحد هكذا. طيب آسيا، هل التقيت من قبل بفيدراليات أخرى في الجزائر على مدار ربما السنوات الماضية؟ هل حاولتم أن تراسلون الجهات المعنية لكي ربما يساعدونكم في المرافقة النفسية، في التأهيل الوظيفي، أم أنه هذه أول لقاء بينكم وبين المشاركين معكم في هذا في الفيدرالية؟ concernant la fédération تاع la sclérose en plaque، c'est pas la première fois، يعني أنا في la troisième rencontre هاد المرة، parce que دنا deux rencontres والاولين، ودروك رانا في لا ترويزيام ومازال باقينا لا كاتريام ان شاء الله باش نكملوا لا بروسيدور تاع لا فيديراسيون هادي. مي اللي حطيته كوم كيستيون توت الوغ، علاش راه مديوره هاد لا فيديراسيون؟ سي امبورطون باسكو هاد لا فيديراسيون سا فا نو زوفرير دي بورت ان شاء الله، دي بورت انورم، سورتو كونسيرنون نوتر مالادي كي نا با ايتي كونو par premièrement la société algérienne. هادي باش نديروها باش يكون تحسيس للمجتمع المجتمع الجزائري بهذا المرض، وبلوس يتحسس المجتمع بلوس يكون على باله كيفاش يجي نجيريو هاد لي فامي تو سا، ميم لي زيت ميم الادارات وكلشي يعرف ديجا في العمل تاعي كما انايا الحمد لله جي بي اوبتونير ان بوست اميناجي في 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 العمل تاعي اللي ساعدني باش نكمل الخدمه تاعي العمل بدون ان نعتزل ولا نخرج مالادي لونغ ديوري، ولا باسكو راك عارف الاهميه تاع العمل في في في, في المرض تاعنا، باش من ديجا من نقعدوا علاش قلت لك سي بسيشيك، باش نحسوا دائما روحنا باللي اوتيل في لا سوسيتي، باللي نعاونوا، باللي مازلنا عندنا صلاحيه في هذا المجتمع الحمد لله. لهذا وجينا تاني لهاد الفيدراسيون ان شاء الله نوصلوا للابعاد كبيره اللي رانا مترسينهم. وبالنسبه للعباس اللي جايه ومعرف دكتور كنزو وعارفين جماعه لهم معنا، المشكل الضخم اللي رانا فيه في بالعباس سي كو افتقادنا للاطباء في لو سي اتش يو تاع بالعباس،
سي امبورطون دو سافوار بلي ان سي او شو انورم تاع بلعباس كي افي 3 ميدسان نورولوج اني ني اكزيست بلو ميتنون واحد خرج اديميسيون وحده روتريتي وحده موتي دونك لي مالاد قعدوا ليفري ا او ميم سي 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 يعني حاجه اللي ترضيتنا شويه المخ تاعنا علاش باسكو Il nous faut un médecin neurologue CHU pour prescrire. Il y a des doigts, le mort. Mais il n'y a un privé dehors, ni un généraliste qui m'a donné les généralistes le CHU. Bon, pour les bolus, pour les solimétro, tout ça, mais pour la prescription. Voilà. La prescription, les médicaments, il faut bisif. un médecin مختص pour le diagnostic باش نعرفوا التشخيص نعم التشخيص تاع هذا المريض جاي جديد يعرفوه اللي عنده لا سيب ولا ما عندهش ما يليقش ان جينيراليست يليق ان نورولوج نعم جميل طيب دكتور كنزوبة سؤال اخير انتم الان يعني ممثلون في كل ولايه في هذه الفيدراليه ام مازال ما كملتوش التمثيل تاعكم في كل الولايات رانا في اطار التمثيل تاعنا انا في هذا الاطار اليوم عندنا اجتماع نديرو ان شاء الله نكونوا الفيدراليه الجزائريه لمرضى التصلب اللوحي ان شاء الله ان شاء الله يا ربي احنا عندنا احنا شنو الاهداف تاعنا اهدافكم نعم الهدف تاعنا هو نوصلوا باش المريض يتكفلوا به باحسن ما يرام لان هذا المرض راح يوصل الى الشلل وصلنا الى الشلل هذه على الاقل نحسنوا معيشه المريض سواء من كاين ديما عندكم بعض الاحصائيات من الولايات ربما احصائيات شوف نعم. احصائيات غير موجوده حتى الان ولهذا احنا طلبنا باش يكون سجل وطني ريجستر ناسيونال دي مالاد اتين لا سكليروز اون بلاك باش على الاقل نعرفوا شحال من حاله موجوده في الجزائر ربما كاين حالات غير مخفيه عليكم مخفيه حالات كثيره اللي مخفيه نعم جميل وانا نقول لك حاجه اسمح لي تفضل كلمه اخيره تفضل انا يعني نشكر يعني بكل صراحه نشكر وزاره الصحه نشكر البروفيسور طازير اللي عاونتنا باش نكونوا هاد راحين نكونوا هاد الفيدراليه وزاره الصحه علاش نشكرها الادويه اللي راه تجيبها وفرت الأدوية يعني مش متعالجش تماما 100% متضرش تخفف على الأقل هذه الأدوية جابوها ونطلبوا من الوزارة لأن كاين دي موليكيول جدد ماذا بهم يدخلوه من الجزائر والاستعمال تاعهم سيون كومبريمي حاجة بسيطة اللي يقدروا نستعملوا المريض يقدر يستعملوا بسهولة لأن حتى الآن الأدوية اللي موجودة كامل عن طريق ليزانجكسيون والليزانجكسيون كل يوم نهار على نهار على نهار صعب شوية على المرضى صحيح ماذا بيا يعني تكون الوزارة يعني تشوف لنا وتخف علينا هذه الأمور يعني باش بالتكفل بينا بصفة يعني نعم. واجعة وكذلك تجيب لنا الأدوية اللي الآن راهي في التطور جميل كلمة أخرى لك آسيا باش نختم الملف هذا نشكر الإذاعة تاعنا ونشكر الوزير اللي جاء وشرفنا بالحضور تاعه في بلعباس en mois de mai où il nous a promis deux médecins neurologues pour bientôt انا نستنوا في هاد لي ميدسان ان شاء الله يوصلوا لنا وهذه هي هذه نزيده نشكر السلطات تاعنا اللي معاونينا وان شاء الله يزيدوا يعاونونا اكثر من هكا باسكو كنا محتاجين لاعانه دو طول الموند شكرا لك تفضلت كلمه واحده برك انا نطلب من المؤسسات الاستشفائيه نعم باش يتكفلوا بالمرضى ويعطيو الاوليه بور لا ريديكاسيون فونكسيونيل دي مالاد اتين لا سكليروز اون بلاك لأن هو تكامل لا ريديكاسيون فونكسيونيل هي تكمل الدواء يا لو ميديكامون يا لا ريديكاسيون فونكسيونيل على الاقل باش ما يوصلش بسهوله للشلل دكتور اسماعيل كنزوة عضو مؤسس الفيدراليه الجزائريه لمرضى التصلب اللويحي المتعدد اسيا زايدي رئيسه جمعيه المشكات لمرضى التصلب اللويحي بسيدي بلعباس مشكورين جدا يومكم سعيد وبالتوفيق بارك الله فيكم ونشكركم بزاف نعم وربي يحفظكم ان شاء الله مشاهد